شوكولا على شكل دببة وأخرى على شكل كواكب وأخرى على شكل قلوب. هذه هي مشتريات اليابانيات بمناسبة عيد العشاق. ففي غالبية البلدان الغربية يقدم الرجال الهدايا إلى شركاتهم في 14 من شباط فبراير، لكن في اليابان توكل هذه المهمة إلى النساء اللواتي يشترين الشوكولا لتقديمها ليس فقط لشريك الحياة بل أيضاً للأصدقاء وزملاء العمل. لاحظنا هذا العام أن الكثير من الفتيات يشترين الشوكولا لأنفسهن أو لصديقاتهن. وتعود هذه التقاليد اليابانية إلى نهاية الخمسينيات عندما روجت شركة لعيد العشاق باعتباره اليوم الوحيد الذي يمكن فيه للمرأة أن تعرب عن حبها من خلال تقديم الشوكولا. والشوكولا متوافرة بجميع النكهات والأشكال من الأبيض إلى الأسود مروراً بطعم الشاي الأخضر وأشكال فراشات ودببة صغيرة. سأقدمها لزوجي، لكن بالطبع سأتناول قطعاً منها. وينبغي على الرجال رد هذا الجميل في 14 من أذار مارس المعروف باليوم الأبيض وتقديم الهدايا لشريكاتهم اللواتي أكرمهن في عيد العشاق.